شبه مدينة الدار البيضاء، وكيف ما كتهدوا معنا حنا الآن كتواجدوا في طريق الجونة، وكلشي الناس كيعرفوا أن هاد الطريق هادي كتعاني من الهشاشة، وكيف ما كتهدوا الطريق كاملة محفرة، طريق مكرفسة، الأشغال زائد الرائحة الكريهة على هاد المنطقة هادي يعني، والناس المسؤولين على هاد المنطقة ما كيديروش خدمتهم يعني، كيف ما كتهدوا الطريق شحال مكرفسة يعني، وهادي راه طريق رئيسي يعني، الناس كيدوزو منها، الناس لي غادي للدروة، غادي للبرشيد. نواصل يعني طريق رئيسية، الناس اللي غادي للمحمدية عين حمودة ديال الدار البيضاء يعني، هذه طريق رئيسية كتشوفو كتهدو معانا الحياة الكارثية اللي فيها هاد الطريق هادي، خصوصا بالليل كيوقعو حوادث سير القدر الله، كيوقعو حوادث سير جد خطيرة بسبب انعدام الإنارة، وبسبب الطريق محفرة، وبسبب أن الطريق مكرفسة بزاف، عاد زائد الرائحة جد كريهة، والأسبان اللي كاينين تما يعني كيكون الكليساج كيكون شحال من حاجه يعني، الطريق مكرفسه في حاله كارثيه يعني، كنتمنوا ان الناس المسؤولين يشوفوا هذا الطريق هادي ويديروا ليها شي حل، حيت صراحه كتعاني من بزاف ديال المشاكل. شكل